واش المتابعين ديالنا بنات ودراري تحتكم بسبسب وراه تنحبوكم بسبسب. انا راه ما كاينش في هذا الفيديو هذا، تنتمنى بعدين الاعجاب ديالكم ان شاء الله. داكشي علاش قلت لكم ندير لكم هذا الانترو هذا، واش بغيت نقول لكم فيه؟ بغيت نقول لكم ان شاء الله وبحول الله وباذن الله راه غادي نبداو، سمحوا لي، في القناه الثانيه ديالنا اللي هي هذه ماكراش، ان شاء الله نوصلوا ل 10000 ابوني باش نبداو فيها. ولكن قبل ما نبداو فيها راه بغيت نقول لكم تقترحوا عليا اشنو بغيت ندير لكم في هذه القناه الثانيه، كتبوا لي في لي كومونت الاراء ديالكم، غادي نقرا جميع التعاليق ديالكم ان شاء الله باش نشوفوا الفكره اللي غادي تعجبنا كاملين ونبداو فيها. ولاو عندنا جوج قنوات ان شاء الله، وهكا غادي يكثروا الفيديوهات السيمانه وغادي نستمتعوا. وبلا ما نطول عليكم، طولتي قدر عليكم، فرجه ممتعه، وما تنساوش ديروا لايك وكومونت زويون وبارطاجيو مع صحابكم. لا غادي يضربكم شي واحد. آيا تا ولا انتي ديروا ابوني وفعلوا الجرس، لا غادي يضربكم شي واحد. ويلي الراجل ما عاد فين مشى ليه، ياك ما تقاتل مع داك السراق زيت هو مخلو عليه صدق، ساكت ليه قلبو تما. يا ربي نكمل هاد الشقه هادا، هاد الشطاب تاهو ما تيتقاداش، ما عرفتش هاد الغبره منين تدخل. دوك الجدوره يجيو من المدرسه ما ينقيوش وما يسالوش السبرديلاتو. شي نشوف ويلي الراجل، الراجل هو الاول. هيت هنا يا المرا، قتلت كلشي كاع دوك سراق الزيتات قتلتهم ودرت لهم الدواء، ان شاء الله كاع داكشي اللي بيخرج غير يشم الدواء غادي يطيح كاع. سخفوني ومنين جانا الراجل سراق الزيت خلعتيني عليك بعدا شاد التعطيله كما كان عندنا في الدار، ياك ما هاد الجيره اللي حدانا هما اللي دوزوا علينا على ما اظن. دابا بلا هضره زايده الله يهديه، راه هذاك الدواء دقه بطلا شريته من حدا الجان، قال لك يحطو والله الا باقي لقيتي سراق الزيت في الدار. وهذا الشيء اللي نتمناه الحاج نوض يجيب لي شي كاس الماء. سخفت ترجف، شوكي عطشت هي الاولى الحاج. هكا بنتي ليا نيت انسان كوكح، هكا قول بسم الله. ارى الحاج جار يا بسم الله. اش هذا؟ اش هذا؟ راه الصوت ديال المشاهده، واش انت ما بقيتيش تسمع ناري؟ الصوت ديالها جاي من الدار. عاوتاني الحاج رجعنا للنقطة ديالك، نتا السبب، شحال من مرة تخلي الباب محلول، هاهي دخلت دابا المشا، مرة أخرى يدخل عليا الشفار، يكريسيني ولا الله أعلم، الله أعلم، الله يحفظني وصافي. واش دابا حنا في الباب؟ نتي أي حاجة طرات في الدار تلصقيها فيا، ها؟ على ما بان ليا، يقدر لا مخشية تحت السداد وما تعجبهم هذاك القشيقشيق، ركز ليا وحل ودينتك على الصوت منين جاي بالضبط، باش نعرف واه فين كاينة. يا ربي السلامة يا ربي، مين جاونا المشاش كنا بسرق الزيت تولينا في المشاش. حيت بعدي حدا الدراري يجيو يعاونونا فيها، يا كلشي قاري اويلي راه حمزة كاينين في البيت الاخر، اويلي جدر كاين في الدار وما سايق لينا اخبار. انا غادي نعيط لامو حمزة. حمزة. نعم بابا. هيا راه المشا داخله لينا للدار، اجي قلب معانا عليها. واخا بابا. يلا زيد اش تسناو جاي النحس، ايوا جيو قلبوا معايا الحاجه عندي لي ديك فديه ونقلبوا عليها، ما تخافيش ما حدي معاك. بصحه زماني مراتي يخليك ليا راجلي العزيز. اش تديرو الحليب والسيرو وصافي يكمل التقلاب، وانت كي العكوزه هي مقابلنا. واخا بابا. بابا يقدر لك كاين انا. ويلي سمعت شي حاجه تتحرك. او نو بابا ويلي هذا هي قلت ليه يقدر كاين انا ويهرب، وكون قلت ليه كاين انا بصح اش بغا يدير الحاجه؟ طلعي لينا خليه يشد هو بوحدو. واخا الحاج كون هاني اصلا انا ما نقدرش نشد، عندي فوبيا منه. ايوا اجيو شدوه معايا اش تتقول، حنا راه شرفنا ولينا على سبه، وانت اللي باقي شباب وقلبك ميت. عندك الحق، انا اللي قلبي ميت ما عندش بويا النفس، وما اللي كذبت عليك. يلا ولدي حمزه يلا. هيا بابا ناري كي دايره وبحال شي سبع بغيت نقول نمر بغيت نقول مش كحل وعينيه صفرين. ها اويلي ايوا شدها من زنطيطه هي الاولى. علاش هادشي اويلي؟ واو 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 حفظني الله الوالد.
بابا اذا ماشي مش واش با يكون الحاج؟ يقدر يكون ضبع. ضبع لا واه كبرى الحاجه تبهيني وتسنتنا الحاج جيني معاك. راه مسدود فين هو الساروت؟ هو عندي. علاش ولي علينا حمزه دغيا حرام عليك دير هادشي لوالديك. ها دابا عرفت اخوتي النقطه الضعف ديالو. اش تتكون انت تما؟ الى بيت السويرتات ها هو بسمي قرش قرش قرش. خاصكم تديروا واحد الشرط. ايوا لوح دغيا واش حنا دابا في الشرط؟ دابا غادي تديروا هذاك الشرط ولا لا؟ هي اللي بغيتو. الشرط 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 الشرط. يسكت الراجل خليه يدير الشرط. وبعد الفيديو العام سيدي ونعم لالا يوصل اكثر من 4000 لايك. شحال 4000 لايك؟ صافي وصلات وصلات 4000 واكثر من 4000. المره علاش تقول لي شكون يوصلات شي 4000 لايك؟ المتابعين ديالنا ولا يوصلوا 4000 لايك؟ المهم دابا هو خرجوا من هنا حتى تخرج هاد المشى فحالها. عندك الحق. يلا يلوح الساروت ليه. يلا ياكو يلا ارى خوتي الا ما وصلتوش هاد الفيديو 4000 لايك غادي عندنا المشوى باقيت غادي نقدروا نرجعوا للدار. اجي بعدا وعدوني. لا نوعدوك عافاكم الا ما وصلت الفيديو اكثر من 4000 لايك لا غادي تضربكم شي واحد. ناري ولو حنا غادي نجي نقتلك عصا. يلا اجي اجي نشوف زيد قرب قرب بابا لما تعدك المشيشه ولا يني راك حمار. يا ولي دغيا يلا هاك